لا يكاد يمضي حدث أو أزمة حتى يضع النظام السياسي في العراق وما نتج عنه نفسه في مأزق أو موضع اتهام، بل أكثر أن يكون عنواناً للسخرية. كثير من العراقيين قابلوا بالتندر إصدار القضاء الحالي مذكرة اعتقال ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد قبل عام، وإذ يفتقد القرار لأي قيمة قانونية عندما يطالب باعتقال رئيس دولة أخرى يتمتع بحصانة، فهو خاسر أيضاً لقيمته الرمزية عندما يندرج تحت شعار الثأر السليماني الذي تحول من تهديدات نارية إلى تجمعات بكائية وتصريحات مستغربة كان آخرها مذكرة اعتقال ترامب. أبرز ما افتقده القرار والقضاء معاً القيمة الأخلاقية للعدالة، فمن أصدر أمر اعتقال الرئيس الأمريكي كان عاجزاً عن اعتقال متهمين أوغلوا بدماء المتظاهرين ويعرفهم العراقيون رسماً وإسماً لكنهم طلقاء. يعتبر الكثيرون تجاهل القضاء في العراق محاسبة المسؤولين الحكوميين والأمنيين تواطؤاً ومشاركة بالجريمة، لا سيما أن حالات القتل كانت علنية وبتوفر جميع الأدلة، إلا أن القضاء الذي طالب باعتقال ترامب لم يلقي بالاً لدم العراقيين المراق. القضاء الذي ينهي حياة المعتقلين بأحكام إعدام خلال جلسات لا تستغرق دقائق كما تقول المنظمات الدولية استغرق عاماً كاملاً في التحقيقات وجمع الأدلة عن حادثة المطار كما يتحدث البيان، وعلى ذلك يمكن قياس درجة استقلالية القضاء ونزاهته. أطراف ميليشياوية وحكومية باركت القرار واعتبرته انتصاراً للعدالة. ربما يتساءل ذو الضحايا سواء أولئك الذين قتلوا في ساحات التظاهر أو تحت الأنقاض أو السجون، من سيحقق العدالة لأبنائهم الذين قتلوا أمام مرأى العالم كله الذي عرف القاتل وأدانه؟ وفي العراق صمت القضاء وربما برأه. خطوة أخرى تثير السخرية لتضاف إلى مسار سياسي متخبط يرسم مشهد كوميديا سوداء تعاني منها البلاد منذ 17 عاماً.